انطلقت طبعة ثانية من الصالون الوطني للمنتجات الفلاحية وترقية الصادرات ببسكرة بمشاركة أكثر من 100 عارض وبحضور دبلوماسي مميز. الطبعة هدفها إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء بتصدير التمور وبعض المنتجات الفلاحية. ميكروفون رابح أو علي رحاب. قمنا بتنظيم الطبعة الثانية من الصالون الوطني للتمور والمنتجات الفلاحية وترقية الصادرات، حيث هذه الطبعة تميزت عن الطبعة الأولى بزيادة عدد المشاركين، حيث فاق 100 مشارك من كل أنحاء الوطن، وزاد عدد المنتجين في النشاطات الصناعية والصناعات الكبرى والصناعات الكيميائية، كما شهد حضور قوي للبعثات الدبلوماسية أي الملحقين التابعين للسفارات المعتمدة لدى الجزائر. وجود التمور الجزائرية في المنظومة يؤدي بما يدع مجال للشك إلى ريادة التمور العربية لتميز هذه التمور. يمكن أحب أقول الجزائر دايما من الدول الشقيقة التي تتميز بإنتاج أنواع فخمة جدا وراقية جدا من التمور. الجزائر تنتج 1.2 مليون طن من التمور، وهذا يضعها في المركز الخامس من حيث الإنتاج على مستوى العالم، وتصدر ما يقرب من 124 ألف طن، ما يوازي 10% من الإنتاج.